صباح الخير. احيانا في مواضيع والله ما اريد اتكلم فيها، بس المتابعين يجبروك انه لازم تتكلم ونريد رايك، وهنا انا اقول ان رايي، لان السؤال اللي جاء من المتابعين ما من فراغ، لانهم يعرفوا انا عملت فيلم الوسيط الحرب العالميه الثالثه وكان يتناول قضيه سوريا، وهذا اللي بتكلم فيه. اللي صار امس في حلب اعتقد هو موضوع تاجيج الراي العام على الرئيس الاسد، فقط لعبه اعلام. طبعا ما استطاعوا على الرئيس الأسد، فقالوا ما في إلا نأجج الرأي العام عليه ولعبة الإعلام، وهذه لعبتنا ونعرف كيف طريقة اللعب في هذا الموضوع. ما حد سأل نفسه هل تعتقد في رئيس في الدنيا يرضى على بلده وعلى شعبه بهذه الطريقة، إنه يزف ويقصف؟ للعلم للعلم، الصور نصها اللي شفتوها أمس هذه مرت علي أنا أيام لما كنت أعمل الفيلم، ونصها نزلتها في الفيلم صور قديمة، لأن يعرفون نحن المسلمين والعرب نتعاطف كثير مع الصور والفيديوهات. نص هذه الفيديوهات والصور محبوكة بطريقة سينمائية ما ممكن تكشفها، لأني أنا مخرج أعرف الزوايا الصحيحة اللي التقطت فيها هذه الفيديوهات. ما ممكن يكون فيديو حقيقي بهذا الشكل. طبعا طريقة التصوير هذه تمشي على ناس كثيرة، بس ما تمشي على المخرجين اللي يفهموا في طريقة التصوير والزوايا. استخدموا الموبايلات في التصوير، طريقة الكلام حتى. لذلك أقولكم تابعوا الطرفين، ما بس تتابعوا في السوشيال ميديا والهاشتاغات والفيديوهات، رجعوا للتلفزيون السوري وأيضا شوفوا الحقيقة. مثلا شوفوا هذا الفيديو اللي هز العالم، الطفل اللي ينقذ أخته في الحرب في سوريا، كان دراما. هذه القضية تابعوها الملايين. شوفوا المخرج وين موجود، موجود في الكادر يضبط معهم، تصوير احترافي. اسمعوا كيف الصوت، تركيب الصوت كأنه حقيقي. آخر كلامي أقول ما ألوم اللي شاركوا في هذه الهاشتاغات ورسلوا هذه الفيديوهات وشاركوا بيها، لأنه الصورة عندكم ما واضحة. الله يكون في العون.